أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مصر في 60 دقيقة. وحشتوني كالعادة كتير كتير من الأسبوع اللي فات، وزي ما عودناكم بكل ما هو جديد ومميز. النهاردة هنتكلم عن طرق التعامل مع خلافات الأبناء المستمرة. طبعا احنا أولادنا بيتخانقوا كتير ويبقى في خلافات ما بينهم كتير في البيت. طيب هندير ده ازاي بذكاء؟ ويا ترى ده مفيد لشخصيتهم ولا لا؟ طب الموضوع ده بيخلي ما بينهم حقد وعداوه ولا لا؟ كل ده هنعرفه اكتر مع الدكتور مصطفى الديب، استشاري للاضطرابات السلوكيه والنفسيه. اهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. طبعا زي ما قلت ان بيبقى في خلافات كتير قوي ما بين الاولاد، حتى باختلاف اعمارهم والفترة ما بينهم، يعني سواء ما بينهم سنة سنتين ثلاثة 10، برضو بيبقى فيه اختلافات وشجار كتير، فده فعلا بيكون مفيد لشخصيتهم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أولا الموضوع مرتبط الأول بالهيستوري بتاع الأسرة نفسها، العامل بتاع الأب والأم نفسهم، إيه الوضع ما بينهم، بيتعاملوا إزاي مع بعض، متفقين مع بعض ولا لأ، الأطفال دي نفسها تعرضت لخلافات او شافوا خلافات ما بين الاب والام ولا لا، ماهيه الاختلاف نفسه، فهم متعودين على الموضوع ده ولا لا، فده بالتالي هيبقى جزء كبير جدا في بناء شخصيتهم فيما بعد. طفل شايف باباه ومامته في خلاف دائم، ودايما في نوع من انواع التحدي ونوع من انواع المعارضه من اجل المعارضه والعناد وما شابه من كل السلوكيات دي، بطبيعه الحال هيطلع عنده ان هو تسيستم على الاسلوب ده، فهي مش هيلاقي فيه اي نوع من انواع الحرج ان هو يعمله مع اخوته. يعني قصد حضرتك لو هم اتنشأوا تنشئه صحيحه ما بين اسره هاديه، بالطبع بيكونوا هاديين طبعهم، يعني طبعاً لو في شجار طبعا وفي خلافات ما بين الاب والام برضه بدون اي شك الطفل بينعكس عليهم وبتاثروا بالحاجات ده اكيد. الطفل اللي بيتولد في اسره متزنه نفسيا واساس الاتزان النفسي في الاسره هو الاب والام، بطبيعه الحال بيطلع متزن نفسيا، والعكس صحيح. الطفل متربي ما بين شجار وصوت عالي وتطاول بالايدي وما شابه، بطبيعه الحال هيكتسب السلوك ده مش بشكل مباشر، ده هو هياخده بشكل غير مباشر وهيتطبع عليه، فهيبقى بالنسبه له ان هو يتطاول على اخوه او يشتمه او ان هو يعند معاه، ده شيء طبيعي لان هو اوريدي شايف اكتسب الحاجه دي، فبالتالي اكتسبها من التو اليمنتس اللي عاملين الرئيسيين بتوع الاسره اللي هم الاب والام، فده بقى بينتج عنه ان البيت بيكون متكهرب. فهنا نقدر نحدد ايه هي اولا نوع الخلافات. الطفل ده اساسا الجاب او الفجوه الزمنيه بينه وبين اخوه الاكبر منه او الاصغر منه، وبناء عليه بنحدد طبيعه الحال. كلما تقاربت الاعمار ما بين الاطفال كلما كان نسبه والله الشجار والله كبيرة. مش دايما، يعني انا عندي مثلا بينهم حوالي 5 6 سنين على تمام. طول بيتخانقوا دايما وابدا، بيتخانقوا على اي حاجه طيب. وكل حاجه. ما هو الخناقات هنا هيحكمها شيء، ايه هي العوامل المشتركه ما بينهم؟ يعني لو كان مثلا اللي هو اكبر من اخوه ب5 سنين ده، ما اعتقدش ان في حاجه اصلا بتربطهم ببعض، يعني حاجه بيشتركوا فيها، لعبه مثلا او ما شابه. لكن سي مثلا الطفل الصغير عنده 6 سنين والاكبر منه اوريدي عنده مثلا 12 سنه او 11 سنه لو 5 سنين، فبالتالي ما فيش اساسا عامل مشترك ما بينهم، فده مش هتبقى وطأة الخلاف ما بينهم إلا في جزء اسمه الديمونيشن، السيطرة من الكبير على الصغير. عايز يعيش دور البيرنت، يعيش دور التربية ويطلع عليه سلطته ويحس إن هو بيربي أخوه أو ما شابه. إنما لو أطفال الاتنين متقاربين في السن، فبطبيعة الحال اهتماماتهم مشتركة، لعبهم واحد، أساليبهم واحدة، فهنا هيحصل الخلاف. هنا بقى تدخل الأب والأم لازم يكون مبني على فكرة التوافق، وانه الولاد دي انتوا جسد واحد، ويبقى الامر بالنسبة لهم في تنوع. انا اوريدي معايا طفلين بيتشاجروا على لعبة معينة مثلا، مفيش داعي ان احنا نخليهم يثبتوا على لعبة واحدة، لا انا ممكن انوع لهم يعني في الالعاب، يعني نشغل تفكيرهم بحاجة تانية طبعا، انهم يشتركوا فيها مثلا، يكملوا بعض فيها لعبة معينة حاجة ده اكيد. وما ننساش برضو خطة التحفيز، ما هو الطفل عمره ما المنطق عنده مش مكتمل اساسا، عشان اقعد طفل عنده 4 سنين أو 5 سنين واقول له يا حبيبي الصح والغلط وده ما ينفعش وده يصح وده ما يصحش وربنا هيزعل منك والحاجات دي كلها، هو اصلا مش هيستوعبها. فبالتالي هو ما يلاقي اساسا الالفه بيتم بنائها بشكل مباشر، بيتم بنائها من خلال القدوه قبل اي شيء، وان في تنوع اصلا في البيت، وان ماما بتعمل شيء وبابا بيعمل شيء واخوك بيعمل شيء وانت بتعمل شيء، فبالتالي هتلاقي الامر هنا يعني داخل في نطاق القبول ان هو قابل شيء زي ده. انما انا مشكله الاباء ان هم بيشاركوا الاطفال في شيء معين خلاص، وهو الشيء
فبالتالي تحصل الخلاف. طب وانا جبت، وده طبعا هنا بقى عمليه التمييز، ان لو واحد فيهم حس انه الاب او الام بيميزهم فبطبيعه الحال هيغير من اخوه وهيحصل بينه وبينه عداوه. اصلا بيبقى في ما بين معظم الاخوات بيبقى بينهم مثلا حقد او غيره او حاجه زي كده، فممكن يكون ايه السبب؟ هي يعني دي حالات الاب نادرة. والام اصلا ولا منهم؟ طيب هم مع بعض. الحقد او الغيره، او عامه الغيره هي شيء منطقي وطبيعي جدا. بس هي في الغالب ده كمان ساعات بيبقى بينهم عداوه، يعني حقد وغيره وعداوه. انا شايف ان الدور الاكبر في الموضوع ده الاب والام، لكن انما طفل مثلا كان واخد الاهتمام كله، واخد الدلع كله في البيت، فجاله طفل تاني، فهو بطبيعه الحال هيغير منه وممكن يأذيه كمان طبقا لعمليه المنطق عنه. انما احنا بنتكلم في الاعمار المتقاربه، طفلين مثلا عندهم واحد 8 سنين و10 سنين، ابو 10 سنين ده تفكيرهم تقريبا زي بعض، هيبقى زي بعض، او اهتماماتهم هتبقى زي بعض. هنا بقى بنسميها بقى الايه، الغيره الغير منطقيه، او الحقد او العداوات. ليه؟ ممكن يكون الكبير ده شايف ان مثلا اخوه الصغير مميز عنه، انه مر بمراحل تعليميه احسن منه، اخذ اهتمام واخذ رعايه احسن منه. لو احنا مثلا حاسب اخوك الصغير، لا اخوك الصغير حاسب تزعله اوعى تضايقه اوعى تضربه، انت تمام انت كبير. انا بلبسه شويه على بلبسه لباس المسؤوليه من قبل ما يكبر. اللي هو انا مالي ومال اخويا الصغير اوعى تزعله وما شابه، في حين ان انتوا ما عملتوش معايا كده، انتوا جيتوا عليا وربيتوني تربيه قاسيه عن اخويا. فهنا يتولد بقى ان الشخص الصغير ده او اخويا ايا كان سنه، بقى بالنسبه لي عامل فيه مقارنه، وبقى بالنسبه لي فيه تمييز، فبالتالي هيطلع ده في سلوك الطفل الكبير، وبالتالي هيتعامل معاه بشكل فيه قسوه، لانه مش هيبقى حنين عليه. في حده شويه، قسوه في حده، واحيانا فعلا بتوصل للاذى الكبير، الاذى النفسي والبدني الكبير بالنسبه للاخ، وفي للاسف حالات وفاه بتحصل في الموضوع ده. يعني يمكن من اسبوعين بنت قتلت اختها تقريبا في محافظه ما في الصعيد، في سوهاج او ما شابه، بسبب تمييز الاخت الصغيره عن الكبيره. عن الكبيرة، الكبيره هي اللي قتلت الصغيره. قتلت الصغيره لانه شايفه ان هم بيعاملوا اختها كويس وهي لا، فبيميزوها. بس اكيد كان في مراحل عشان توصل لده كده. طبعا مفيش حاجه بتوصل من كده. الاب والام ان هم ما حسوش بالمراحل دي كلها، ما حسوش وما احتووش الموقف بالظبط. فبالتالي هنا بقى يعني انا عايز اعرف دلوقتي من وجهه نظر حضرتك، ايه هي الطرق اللي احنا ممكن او الطرق اللي احنا ندير بيها الخلافات اللي ما بين الابناء بطريقه ذكيه شويه، يبقى فيها ذكاء شويه؟ حلو. اولا ما يكونش في اي نوع من انواع التمييز ما بينهم، حتى لو لو في تمييز بتتطلبه المرحله. بطبيعه الحال الشاب او الطفل اللي هو عنده سنتين مش بيتشال مثلا، او ثلاث سنين وانا عندي طفل رضيع مش هشيله، لا. انما بحاول اعمل حاجه اسمها خطه تعويضيه، ان انا الكبير ده بديله حاجه تخصه وحاجه توافق مرحلته، والصغير حاجه توافق يعني مرحلته. تديله الايمج بتاعته قبل ما تدلع الصغير، تدي للكبير الايمج بتاعته. ودايما ابقى معاه بشكل يعني ان دايركت وان دايركت، ودي بتبقى مشكله بيقع فيها كتير من الامهات خصوصا، ان هو بتدي رعايتها كلها للطفل الصغير بحكم ان هو ضعيف وما شابه، وبتنسى الكبير. والكبير بتحط بالها ان هو خلاص كبير وفهم. لا، دي نظريه غلط طبعا. احنا معانا بتتكلمي معاكي من 17 سنه لغايه 21 سنه، لغايه ما نقول ان الطفل ده نضج ولا لا. يعني حتى قانون الطفل وصل 17 سنه. انت عندك بتطلعي من مرحله بتخشي في مرحله، مرحله الطفوله المبكره اللي هي بتبتدي مثلا من الميلاد لغايه 3 سنين، ومن 3 ل 7 دي مرحله متاخره، معاكي من 7 ل 12 ما قبل المراهقه، وبعد كده من 12 خشي. فكل مرحله ليها متطلبات معينه، المتطلبات ديت بتعتمد في المقام الاول على الناحيه النفسيه. طالما انا مليت الناحيه النفسيه عند الطفل وقربت له واحتويته وحسسته فعلا. حضرتك قبل الهوا قلت لي الاحتواء، لازم ان احنا نحتوي الاطفال طبعا عشان ما يوصلوش للدرجه دي، او الخلاف المستمر اللي ما بينهم. الطفل لو ما لقاش فعلا بيئه خصبه نفسيا جوه البيت، بطبيعه الحال هيدور عليها بره. تمام. سواء بقى في سلوك مع اصدقائه، اصدقاء السوء، سواء بنت تدور على حد تمشي معاه يسمعها كلام كويس، او الولد يمشي مع حد يسمعه او يحسسه بقيمته. فهنا بتاتي بقى او بتاتي السلوكيات الشاذه او الغريبه. ليه؟ لانه الطفل بقى بالنسبه له البيت مش عامل اتراكتيف، مش عامل جذب، فبطبيعه الحال هيدور عليه بره، هيدور بقى ان حد يحقق له نوع من انواع السعاده، حتى لو هي سعاده بالنسبه لنا احنا هي مش سعاده، بس هي بتملى فراغ عنده او بتملى عنده احتياج نفسي، فبالتالي بيلجا ليها، وبيحصل ان هو بيوصل لمرحله بتسمى مرحله الاو دي دي، اللي هي مرحله المتحدي اضطراب المتحدي المتعارض، اللي هو الطفل بيوصل لمرحله انه عنده تمرد غير طبيعي على السلطه، مش طايق اصلا
العلاقه بين وبين بابا وبين خاصه مم. على فكره التمرد ده بيبقى في فتره المراهقه اكتر، خاصه بالولد او البنت بيبقى متمردين على كل حاجه. تمام، فتره المراهقه لان هي كونفرت ما بين مرحله الطفوله المتاخره ومرحله النضج. طفل ابتدى يكتشف الحياه، ابتدى يكتشف البيئه، عايز يحس بشخصيته، جسمه ابتدى يكبر، البنت ابتدت تبقى محور اهتمام الاخرين، فبالتالي عايزه نوع من انواع الاهتمام. اللي بيحصل بقى ان احنا الاب والام بيغلطوا خطا كبير جدا، وهو انه ما يحتويش الطفله دي او ما يحتويش الطفل ده. ويمكن انا دايما بسميها، ما حد بيجي سيشن او ما شابه بسميها، ان انت قدامك طفل بالمسمى الدارج بتاعنا غول. فلو انا ما احتويتهوش وحاولت ان انا امتص الطاقه النفسيه والجسديه اللي عنده دي، هيتحول لشبح كبير جدا، خصوصا وهتقابل بقى مشاكل كتير، ويا ترى هتعرف تحلها ولا لا يعني. طبعا، خصوصا كمان انه الرصيد اصلا ما بين الاب والام تجاه ولادهم قليل، فما فيش حاجه بتخلي الطفل بقى على شيء. يعني مثلا لو قلنا ان الاب والام كويسين مع الولد طول حياتهم، وجاء الولد حصل له مشكله ما، فبيحاول ان هو ينزوي للماضي ويقول لا والله بابا وماما في رصيد يعني يتيح ان انا نقدر نتناقش، لكن هو الرصيد اصلا اوريدي مش موجود، الرصيد كله قسوه وعنف. فما تيجي تتكلمي مع الطفل يقول لك وانا ايه اللي يربطني ببابا وماما سيكولوجيا؟ وايه اللي يخليني اسمع كلامهم؟ هم من وانا صغير بيتبعوا معايا اساليب مش كويسه، وبيقارنوني بقواتي وبالجيران، ودايما بيشتموني وبيقلوا مني قدام الاخرين وما شابه. هنا ما تيجي تتكلمي دي بتبقى من اشد المراحل في انك انت تعالجي طفل نفسيا او سلوكيا. ليه؟ ان ما فيش اليمنت كون انطباع معين من ناحيه بابا ومامته عن نفسه، مكونه على مدى عقود وسنين. ليه بقى؟ لانه مراحل التربيه بتاعته ما لقيش اللي يفهمه ولا اللي يدعمه سبورت في حته ان هو يراعي نفسيته. فتيجي تتكلمي معاه، هنا عنصر الاب والام غايب، لانه مش عارف يتكل عليهم ومش لاقي اصلا نتيجه لده. انا ايه اللي يخليني مثلا طفل يقول لك ايه اللي يخليني اعامل بابا وماما كويس؟ طب ما هو بابا كان بيعاملني وحش، بابا كان بيعمل معايا كذا، ماما كانت بتعمل كذا، ماما كانت دايما مش فهماني، كل ما اتكلم تبقى جادجمنتال، تبقى حكم عليا في سلوكي وتطلعني ان انا انسان عاق، وتطلع اختي انسانه مش كويسه وما شابه. هنا الاراده بتاعت الطفل خرجت بره البيت. طالما اراده الطفل خرجت بره البيت وتحكم فيها عناصر خارجيه، من الصعب ان انت تحلها. هو بتتحل، بس طبعا لازم نستعين بمتخصصين، وان الطفل يخضع لجلسات نفسيه وعلاج سلوكي وما شابه. ليه؟ لانه انت مش قصه انك انت بتركزي على فوكس على المشكله الحاليه، لا، هي المشكله دي متجذره وليها سنين كان الطفل المفروض ان يتم اخذ معاه اتيتيود معين، لكن ما اتخذش. عشان بقى تبدأي تبني علاقه كبيره جدا ما بين ابن ومامته او بابته او باباه، بتلاقي ان الموضوع دخل في نطاق مش قادره انت تحكميه، فبالتالي بيبقى فيه صعوبه. لكن بيتعالج؟ بيتعالج في النهايه. بنحاول ان احنا نحتوي؟ بنحتوي في النهايه. وفي الاخر دايما مش بنسخف ولا بنقول ان لا، الخطوات اللي انا بعملها ده انا ما اتكلمت. احنا عندنا مرحله اسمها مرحله التخزين، ان الطفل مهما انت عماله تديله في نصائح وعماله تربي فيه وتقولوا له صح وغلط وما شابه، السلوك بتاعه مرهون بعمليه التخزين. في طفل لما بتيجي تديله ادفايس او تديله نصيحه او تستمع على شيء معين، في طفل بتطلع النتيجه في الريزلت في وقتها، في نفس اليوم، في تاني يوم، بعد شهر وما شابه. وفي طفل ممكن يعيش يعني سنوات طويله جدا ما عندوش اي انصياع للي انت ربيتي عليه، لغايه ما يوصل لمرحله معينه 20 21 سنه وتلاقيه هدي، واللي انت زرعتيه قبل كده ابتدى يطلع عليه. ده اللي طبعهم بيتغير، هو صغير بيبقى شقي جدا وبعد كده ما هي مرحله الفوران السلوكي بقى. بدليل ان احنا ممكن كاشخاص كبار نلاقي نفسنا احيانا بنتصرف تصرفات مش من تلقاء نفسنا، هي تصرفات مبنيه على مدى سنوات من الاب والام. ليه؟ لانها كانت متخزنه في اللاوعي وفي اللاشعور، فتم استدعائها في مواقف ما في الحياه، فكان الامر ماشي في السيف سايد. طبعا عشان كده دي بتبقى دايما حاجه بنقول للاب والام عليها، ان هما ما يأسوش. يعني ما تقوليش انا زهقت، انا طول حياتي بتكلم، انا عماله اهاتي. بالنسبه لبقى الام دلوقتي، معظم الامهات برضو عشان ما حدش يزعل مننا، تمام، اللي بيبقى طريقتها في التربيه ان هي بتزعق وتصرخ في وش اولادها وتصرخ، وانت ازاي تعمل كده، وتقعد بقى تصرخ وتزعق. فده ايه مساوئ
مساوئ الام، يعني ايه مساوئ الصوت العالي للام وهي بتزعق هو اولا او للطفل، يعني هو او ده بيأثر ازاي للطفل يعني، وفي حلول بقى نعمل كده يعني. هو الامر بيعتمد على شقين، الضغوط اللي بتتعرض ليها الام نفسها، لان انا ما اقدرش اروح اقول للام بلاش تزعقي وبلاش تشخطي وبلاش تضربي وانا ما حطيتش نفسي مكانها. واحده من 8 الصبح من ساعه ما مثلا جوزها ينزل الشغل لغايه 8 بالليل او 10 بالليل، قاعده محبوسه ما بين اربع حيطان قدام طفل لا يكل ولا يمل، عنده طاقه انفعاليه غير طبيعيه وحركيه غير طبيعيه. انا بحييك على رايك ده. فبطبيعه الحال انا ما راعيتش الظروف النفسيه اللي موجود فيها الام، وابتديت انا كزوج كمان اضغط عليها اللي هو ايه انت ازاي تعملي وازاي وتعملي. طب ما انا هي اصلا في هيستوري كبير جدا عندها مرتبط ان هي بالفعل مهترئه نفسيا، فما انتظرش منها ان هي تتعامل مع الاطفال بنوع من انواع الاتيكيت التربوي وما شابه، لانه في الاخر هي بالفعل مش هتقدر تتحكم. انما بحاول بقى ايه هي طب المساوئ؟ المساوئ وطبعا الطفل اللي بيتم نهره كتير أثر بيطلع طبعا فاقد الثقه بالنفس، ما عندوش ثقه بنفسه، متعود على اسلوب الضرب والشتائم وما شابه والصوت العالي، وهو نفسه احيانا بيكتسب السلوك ده، مش احيانا ده على طول. بيختلف برضو الولد من البنت، يعني برضو اللي بتربي ولد بيبقى شويه بتبقى عصبيه اكتر. ده في دراسه اخيره بتقول يعني ان اكتر الامهات المعرضه للاكتئاب اللي هي مخلفه اولاد، ده فعلا بقى ولا ايه؟ هي مش الدراسه مش دقيقه قوي، هو عامه الامهات بشكل ان جنرال هم عندها اكتئاب اصلا. بالظبط، هم العامل السيكولوجي بتاع الام او الانثى بشكل ان جنرال عام، والام اللي بترضع واللي بتربي برضه بشكل خاص هي معرضة فعلا للاكتئاب، لأن هو عامة السيكولوجية بتاعت الست مقارنة بالراجل هي أقل يعني شوية، مش بسهولة إن هي تقاوم وما شابه. الراجل يعني نقدر نقول إن هو كنترولر أكتر، متحكم. لا أنا كده بقى هرجع في رأيي، من شوية حضرتك كنت محايد للمرأة، دلوقتي لا، الست بتستحمل أكتر من الرجل على فكرة. الست بتستحمل في حاجات معينة مرتبطة خصوصا في مسؤولية البيت وتربية الأطفال بالفعل، يعني ممكن أروح أطول من الرجل على فكرة، مش عشان أنا ست، لا خالص. ما أنا جاي لحضرتك اتس أوكي فعلا هي بتستحمل عملية التربية، لكن أنا بتكلم الأكثر عرضة للمرض النفسي هي الست، يعني من كتر اللي عليها ما يضغط من كل ناحية، مسؤولة عن كل الأشياء. ولذلك لازم أنا أعالج الأم الأول وأشوف إيه اللي ضاغطها، ولازم الاب والام يكونوا مشتركين في، يعني نقدر نقول ان في حلول طيب للست اللي بتزعق على طول في عيالها عشان ما ياثروش. في حلول طبعا ان هي اولا تشتغل على الجانب الموازي لسيكولوجيتها النفسيه بتاعتها، تاخد نفس طويل اول ما تاخد نفس طويل. لا مش قصه نفس طويل اكتر ما هو الواقع العملي بتاع البراكتيكال بتاعها اللي هي بتمارس هواياتها ولا لا، بتمارس طقوسها اللي بتطلعها من النفسيه السيئه دي ولا لا. فبالتالي تبقى عامل موازي لعمليه الزعيق والشخط مع الاطفال. ليه؟ لانه الام اوريدي لما بتكون مضغوطه، وممكن الطفل يعمل سلوك طبيعي جدا ما فيهوش يعني القلق ولا الكارثه اللي احنا ممكن نتخيلها، بس عشان الام اصلا مضغوطه فطلعت رد فعل مبالغ فيه. ويجي الطفل يعني يبص لها كده وهو مش مصدق، هو معقوله ده يستحق اللي انت عملتيه ده كله؟ فاذا لازم نشتغل على عامل الام الاول علشان الطفل اللي بيتعرض بقى كثيرا للانتقاد والصوت العالي. لا، وكمان كتير من الابهات يعني بيهمشوا دور الام في البيت. لا لا لا، سيبك منها دي كلامها، مش ما تاخدش على كلامها، اعمل اللي انت عايزه. ده طبعا غلط في تنشئتهم طبعا وتربيتهم طبعا، لانه بيحصل انه الطفل هنا بيطلع مهترئ الشخصيه. والعكس يعني على فكره برضو في امهات بتهمش دور الاب، وعشان كده بنقول دايما ما ينفعش اصلا الانتقاد الايتش اذر اللي هو الموازي، بمعنى اللي هي الام تاخد اتيتيود معين تجاه الولد ويجي الاب يقول لها لا غلط انت ازاي تعملي كده. اذا الطفل اصلا النموذجين الرئيسيين يعني اللي هو بيقتدي بيهم لازم يمشوا على بلان كده في التربيه على الاقل قدامهم، حتى لو اختلفوا بينهم من بعض كده يقولوا لا ما ينفعش تعملي كذا مع الولد او البنت او ما شابه، عشان الطفل ما يفقدش الثقه في الاب والام، ويحس ان الاب بسهوله جدا يهدم كلمه الام قدام الولد والعكس صحيح. يهمش الدور ده بيرجع عليه يرجع عليه، يعني ده هيأثر بالسلب عليه، هو هيقابل برضه مشاكل بعد كده كتير علشان ما هيقابل لانه مع بعض لان نموذج القدوه عنده اتهدد. وبيحصل ليها بقى تاكل، ان الطفل كل شويه شايف ان مامته بيتم انتقادها، مع ان مامته دي في عينه او في نظره حاجه كبيره، والعكس برضه انت ازاي تقول كده على بابا؟ عشان كده ما قلت لحضرتك في اول الحلقه العنف الاسري هو بيولد برضه اشياء زي دي، مش شرط الامر مرتبط بالطفل. هو طفل مثلا بيشوف بابا بيضرب مامته ومامته بتتطاول على بابا لفظيا، تمام كده؟ بيحصل هو انا هقتدي بمين؟
لما يكون ده بيقل من ده ودي بتقل من ده. في تفكك اصلا في التعامل يعني. فبيحصل بقى ان هو دلوقتي بيمشي بقى طبقا لايه؟ طبقا لدماغه وما تمليه عليه بقى البيئه الخارجيه. زي ما يقع بقى مع صديق سوء، يقع مع حد يزرع في دماغه افكار سلبيه، طبعا النت والتليفون والفيسبوك وما شابه، فده برضو بيشترك معانا في عمليه التربيه. عشان كده بنقول انه الاب والام في الجيل الحالي عليهم مسؤوليه كبيره جدا بخصوص الامر ده، لان انت عمليه التربيه مش لوحدك انت كاب وانت كام، لا انت عندك الطفل لو سابك هيمسك التليفون ويبتدي ان هو يطلع بقى على فيديوهات وبوستات وتخليه يتمرد اكتر. ممكن اصلا مع النت والسوشيال ميديا هيكون له اسره تانية وكيان تاني ده حقيقي، ويسيطروا عليه في تفكيره وتصرفاته وافعاله بما فيها حتى نظرته للحياه ونظرته للاب والام. حتى لو يجي اب وام يقول لك طب اولادي ما عندهمش تليفونات وما بيدخلوش على الحاجات دي، بس ما تنساش ان هم بيروحوا مجتمع في الشارع او المدرسه بيختلطوا باللي معاهم تليفونات بقى، حاجات طبعا. فبالتالي انت برضه محاط بشكل مباشر وغير مباشر بعبث. فأهم حاجة زي ما حضرتك قلت برضو في الأول الاحتواء. هنرجع طيب. بقى هنلف بقى لا أنا عايز قبل ما نلف عايزين نعرف من حضرتك نصايح كده للأولياء الأمور سواء الأباء أو الأمهات علشان يطلعوا أولادهم في تربيتهم، يعني علشان يطلعوهم أسوياء نفسيا. أول حاجة نموذج القدوة، الأب والأم يكونوا هم نفسهم النموذج الجيد أو مش الجيد الممتاز في سلوكهم تجاه بعض وسلوكهم تجاه الآخرين. حتى لو في خلافات ما تتناقش قدام الولاد، دي أول حاجة، إن أنا أكون كأب وكأم قدوة لأولادي. احترام، يبقى في احترام ما بينهم وبعض. فبعد كده بقى خلاص أنا عديت المرحلة دي، أدخل على الستيب الثانية أو المرحلة الثانية وهي مرحلة الكلام والحديث مع الطفل. أنا قدامي طاقة كلامية وطاقة ذهنية وطاقة انفعالية، أنا محتاج إن أنا أحتويها وما سخفش منها وما دخلش الطفل في مقارنات، وبلاش أقول له أخوك بيعمل كذا وأنت بتعمل كذا. شفت ابن خالك بيعمل وابن خالك مش عارف جاب درجة إيه وأنت وأنت كل ده بيهدم وأنت ناقصك إيه والكلام بالزبط. بس كل ده للأسف إحنا بنقوله يعني. طب ما هو غلط، ما إحنا بنقوله بس غلط، وبندخل بقى في عملية إيه؟ اسمها إن أنا بجبي بالمصطلح كده على الولد. أيوه. اللي هو أنا بعايره. ان انا اكلتك وشربتك وجبت لك وما شابه وما شابه. فبيحصل ان الولد بيطلع عنده نوع من انواع المقارنات ونوع من انواع فقدان الثقه بالنفس. بيجي لي اطفال كتيره جدا، طفل عنده 16 سنه يقول لي خلاص انا هنزل اشتغل عشان ادي لبابايا الفلوس اللي صرفها عليا، لانه كل شويه يقول لي انا صرفت عليك كذا وكذا وكذا وكذا. فحته ان انا كل شويه اعاير الطفل بمدى رعايتي ليه، لا، هي مسؤوليه في النهايه، شئنا ام ابينا هي دي وظيفتك كاب وكام. والاب والام يوم ما اتجوزوا هم كانوا عارفين ان هم هيخلفوا وكان الاختيار بايديهم، بس برضو الطبع بيغلب التطبع، فاحنا نحاول برضو ان احنا ايه نغير من طبعنا كده. بمعنى يعني احنا طبعنا بيبقى حاجه معينه، فبيبقى تصرفاتنا مع اولادنا مختلفه شويه. انا ببقى عارفه الغلط والصح وازاي اتعامل، بس لما بتيجي تتعامل لا بيبقى خالص طريقه تتعامل غير اللي هنا بقى اللي هيكون في صف حضرتك وهو الرصيد. هو رصيد جميلك وبين ابنك. حتى لو جيتي في وقت زي ما انت قلتي حضرتك فقدت اعصابك وما قدرتيش وما شابه، مش بيبقى ده الدايم، تبقى بالظبط مش ده الدايم، ده جاست سيتويشن كده في النص. لكن في رصيد بينك وبين ابنك يتيح لي ان هو يغفر لك ده. انما كل شويه هعمل خبرات سلبيه مع ابني او مع بنتي، لما يجي بقى وقت الخلاف هي مش فارقه، ما هو انت اصلا رصيدك لا يشفع لك عندي، فهنا هيحصل انه هدخل في صدام معاه. فاحنا اتكلمنا على فكره المقارنات وان انا اعاير الطفل، واتكلمنا عن نموذج القدوه. تيجي بقى العنصر الثالث وهو حته ان انا اسمع له، اسمع للولد واسمع للبنت واشوف افكارهم ماشيه ازاي ودماغهم رايحه فين، واحاول انزل لمستواهم. ما اكونش انا بتكلم او هما بيتكلموا في حاجه وانا دماغي حته ثانيه خالص. الجيل الحالي غير الجيل بتاع التسعينات، غير الجيل بدايه الالفيه، غير خالص. جيل غير السوشيال ميديا، الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ده. طبعا فانا لازم يكون عندي نوع من انواع التطور واشوف الطفل دماغه رايحه فين، وابتدي ان انا انزل واكلمه بلغته ولغه العصر اللي انا فيها، بدون ما انا يعني اتخلى برضه عن المبادئ ان انا اللي انا اتربيت عليها وما شابه. هي دي الحته اللي بيغفل عنها كتير من للاسف بقى. دكتور مصطفى الديب استشاري للتربيه السلوكيه والنفسيه، فقرتنا خلصت، وشكرا لمعلوماتك القيمه المفيده دي. وحضرتك بقى عايز حلقه كده لوحدك علشان نتكلم حاجات تخص عن الطفل اكتر كتير. اهلا اعزائي المشاهدين، كده نطلع فاصل نرجع لكم تاني نكمل باقي فقرتنا ان شاء الله.